برشلونة في حفل جوائز الأوسكار و15 مليون دولار لإعادة صفعة سميث وروك، ولاعب بايرن ميونخ يبكي من أجل كندا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. شارك نادي برشلونة الإسباني بحفل جوائز الأوسكار لكن على طريقته الرياضية، حيث نشر صورة لأربعة من نجومه مرفقة بالجملة الشهيرة And the Oscar goes to، وكان أمام الجماهير البرشلونية الاختيار بين هدف ميسي أو هدف لنيمار أو هدف لسيرجيو روبرتو أو أفضل تصد من تير شتيغن. ونبقى ضمن أجواء الحفل العالمي وترند الليلة، يوتيوبر شهير مختص في التحديات يدعى جيك بول عرض مبلغ 15 مليون دولار لكل من ويل سميث وكريس روك مقابل نزال حقيقي بينهما على حلبته في أغسطس المقبل، بعدما صفع سميث مقدم حفل الأوسكار روك في الحفل. ويتابع اليوتيوبر المشهور بالتحديات أكثر من 20 مليون متابع من حول العالم. في بث مباشر على إنستغرام لم يستطع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ إخفاء دموع الفرح بتأهل منتخب بلاده كندا إلى المونديال بعد غياب الدامة لربع قرن منذ نهائيات كأس العالم بالمكسيك للعام 1986، حينها خرجت كندا من الدور الأول وغاب عن المنتخب الكندي الظهير الأيسر للبايرن إثر تعرضه للإصابة، ليكتفي بمشاهدة زملائه عبر شاشة التلفاز. في لقطة طريفة استقبلت مشجعة للمنتخب السنغالي بعثة المنتخب المصري وهي تهتف ساديو ساديو، خصوصاً عندما اقترب محمد صلاح ليتولى زميله في المنتخب ونجم غلطة سراي التركي محمد مصطفى راية الدفاع رداً عليها صلاح صلاح وسط ضحك صلاح. على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتفل إنزو ابن الظهير البرازيلي مارسيلو، وذلك بعد مباراة لفريق ريال مدريد للفئات السنية ضد ليفربول الإنجليزي، وقال مارسيلو الوالد تعليقاً على الاحتفالية: رونالدو مثل عم ابني، ولما لا يحتفل بنفس طريقته؟ كما نتابع الاحتفالية. حظي المنتخب السعودي لكرة القدم بأوقات مثيرة وجميلة، هذه المرة خارج المستطيل الأخضر وتحديداً في أكبر حلبة شوارع في العالم جدة، حيث أقيمت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. المنتخب السعودي المتأهل إلى مونديال قطر التقى بالعديد من النجوم من بينهم ديل بييرو، والذي لم يصعد منتخب بلاده إيطاليا إلى النهائيات.